عندي شوية رولز كمان. لو أنا عندي negative number power والباور بتاعه even، الإجابة هتبقى positive. لو عندي negative number الباور بتاعه odd، الإجابة هتبقى بالنيجاتيف. ولو عندي negative number بس مش في bracket والباور بتاعه even، الإجابة هتبقى negative. ليه بقى؟ For example if I have negative 4 power 2، negative 4 power 2 دي كلها power 2، يعني power 2 لل 4 و power 2 لل negative، يبقى أنا أكن عندي negative 4 times negative 4. احنا في التايمز كل اتنين نيجاتيف بيطيروا مع بعض، يبقى الإجابة positive 16. negative 4 times 3، negative 4 all to the power of 3، يبقى negative 4 times negative 4 times negative 4، كل اتنين بيضيعوا مع بعض، لكن هنا في واحدة ما لقيتش حد تطير معايا، يبقى الإجابة بنيجاتيف 64. لما يبقى عندي رقم مش في براكت بالنيجاتيف، نيجاتيف 4 باور 2، السؤال هي باور 2 دي بتاعت مين؟ الباور 2 دي بتاعت ال 4 بس. هل النيجاتيف عندها باور 2؟ لا، انا عندي نيجاتيف واحده، و 4 هي اللي تايمز 4، هي 4 اللي انا عملتها تايمز اتسلف، 4 هي اللي تايمز اتسلف، لكن عندي نيجاتيف واحده بس، يبقى النيجاتيف قاعده لان ما لقيتش حد تطير معايا. 4 تايمز 4 يطلع 16، يبقى الاجابه نيجاتيف 16. طب احنا هنقربها لنفسنا ازاي؟ بنقول في الاخر even 8 plate. يعني ايه؟ يعني انا لو الباور بتاعي even والرقم بالنيجاتيف، الايفن بتاكل النيجاتيف لو جوه الطبق، الطبق اللي هو البراكت. هنا انا عندي الرقم بالنيجاتيف وعندي الباور even، لكن هل النيجاتيف دي جوه الطبق ولا على الارض؟ على الارض. الايفن باور ما بتاكلش من على الارض، بتاكل جوه البليت. طيب والاد نمبرز اصلا ما بتاكلش. لو انا عندي 4 باور 3 تايمز 4 باور 2، دي الكيس اللي انا لسه كنت متكلمه عنها، عندي سيم بيز وما بينهم تايمز، بجمع الباور، يبقى البيز بتاعي 4، 3 بلس 2 هتطلع 5. 4 باور 3 ديفايدد 4 باور 2، انا عندي سيم بيز، هعمل الباور ماينس 3 ماينس 2 تطلع 1 اللي هي 4 باور 1 اللي هي 4. طب لو عندي الكيس دي 4 باور 3 بلس 4 باور 2، دي كيس انا ما عنديش ليها رول، دي بشتغلها بالكالكوليتر، يبقى تفرق كتير قوي لما يكون تايمز من بلس. تايمز بجمع الباور if I have the same base، بلس بشتغلها بالكالكوليتر، ما عرفش اعملها، ما عرفش اشتغلها برول. 4 power 3 minus 4 power 2 دول ما بينهم minus، انا الكيس بتاعت الديفايد هي اللي بعمل الباور minus، لكن لو انا بلاقيت ما بين البيز minus، دي برضو بشتغلها بالكالكوليتر، ملهاش رول.